السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ده الموقع ده متخصص في البحث عن الصور اللي اتعملت بالذكاء الاصطناعي، فتقدر تشوف الناس كانت بتعمل صور ايه وتقدر تحمل الصور ديت. طيب، على سبيل المثال مثلا ممكن تيجي هنا وتقول له كوفي وتقول له اعمل سيرش، فيبدأ يجيب لك كل الصور اللي اتعملت بالذكاء الاصطناعي، حاجات بالشكل ده. تقدر ان انت اي صورة فيهم تعجبك تضغط عليها، تقدر تحملها بجودة قليلة ببلاش أو تحملها بسرعة عالية جودة عالية، دي هتبقى بفلوس.